السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم شهوات أم إناس. إن شاء الله اليوم غادي تحضروا معايا القراشل اللي كيجيو رائعين بالنسبة للمبتدئات، كيجيو زوينين مفششين قطنيين ورائعين. بقوا معايا باش تشوفوا المقادير وأيضا طريقة التحضير. عندنا في المقادير البنات هنا بسم الله كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيدة، بيضة وحدة كاملة، عندنا النافع والزنجلان، معلقة كبيرة ديال الخميرة فورية، نصف كيس خميرة كيميائية غير نصف يعني 4 غرام، وكيس فانيلا كيس سكر بنكهة الفانيلا. والدقيق هنايا درت 6 ديال الكيسان بهذا القياس، يعني قياس كأس العنبة 6 الكؤوس. وغادي نجمعوا هذا العجين بالماء الدافئ. بسم الله نبداو على بركة الله. بسم الله نبداو على بركة الله. ناخذ ان بول غادي نديروا فيه الدقيق ديالنا اللي غربناه، غادي نزيدوا عليه العناصر كاملة. بسم الله، البيض، الزيت، وايضا سنيدة، غادي نزيدو الزنجلان النافع والزنجلان والخميرة كيميائية فورية عفوا، ساشي فانيلا، ونصف كيس يعني غنديرو غير النصف وغادي نخلطو هاد المكونات كاملة. غادي نعجنو بالماء الدافئ، العجينة كتكون بحال هكا كتلصق كما كتشوفوا بحال هكا. حاولوا ما امكن ندلكوها بهذه الطريقة بحال هكا. صافي هكا كتكون العجينة بحال هكا، هانتوما كلها كتلصق البنات بحال هكا، كتكون جارية يعني كتلصق. غادي نخليها دابا تخمر على خاطرها وعلى حساب الجو، إذا كان الجو بارد راه كنديرو الكوكوط كنسخنوها وكنديرو كندفيو الكوكوط وكنديروها فيها، لكن الجو سخون راه كنخليوها تتخمر على خاطرها، نخليوها حتى تخمر ومن بعد ندوزو نقادوها. العجين ديالي بعد ما خمرات كتكون على هذا الشكل، شتوها البنات خامره بزاف يعني عطيتها الخاطر وخليتها على خاطرها حتى خمرات مزيان. كما قلت لكم اما كتسخنوا الفران وكتطفيو وكتدخلوها تتخمر فيه، اولا كديروا كوكوط كتدفيوها وكتحطوها فيها باش تسخن في ساعه. دابا كنستعمل واحد شويه تاع الزيت باش
نخرج من هذاك الهواء وما تلصقش ليا في ايديا باش نبدا نشكل فيها. حطيت هذا دابا على سطح العمل وغادي نبدا ندير كويرات. الكويرات على حسابكم نتوما بغيتو ديروهم كبار اولا بغيتو ديروهم صغار، لكم الاختيار. كما كتشوفوا دابا غندير كويرات، غادي نستعن قلت لكم بالزيت باش ما تلصقش ليا. من بعد غادي نحطهم في صفيحه الفرن حتى غادي نشكلهم كاملين، يعني غادي نعمر صفيحه الفرن وغادي نبعد بيناتهم حيت مازال غادي نقرصهم، ماشي بحال القص او القراش اللي فايت ليا صيبت معكم كنحطهم وكنخليهم حتى كيخمروا بلا ما كنقرصهم. لا هادو كيتقرصوا كيجيوا الصراحه زوينين، غادي تشوفوا معايا في الاخير انهم غيبانوا لكم قطنيين من الداخل بزاف. بالنسبه للمبتدئات هادو راه زوينين كيصدقوا 100%. كما كتشوفوا معايا كناخذ العجين كويره، كناخذ واحد الشويه كنديرها كويره وكنبسطها، كنديرها في سطح العمل كنكورها وكنحطها في لاطا اللي غتدخل الفران كنبعد بيناتهم. كما كتشوفوا هما مساليت الكويرات اللي غادي ندير في لاطا، دابا كنقرصها بيديا على هاد الطريقه غير بشويه، ما نضغطوش بزاف، المهم غير كنسرحوها وكنقادوها في الدوره على هاد الشكل يعني، وكنقرصهم كاملين بحال هكذا. كما قلت لكم من بعد بيناتهم مازال غادي يتنفخوا لينا في الفران وغادي يكبروا باش ما يتلاصقوش لينا. خليتهم خمروا واحد شويه، راه دغيا كيطلعوا ماشي بزاف كما كتشوفوها وما راه قربوا يتلاصقوا ليا. كما قلت لكم خليتهم خمروا واحد شويه، دابا كندهن فيهم باصفر بيضه مع شويه ديال الحليب، اما كديروا الحليب ولا كديروا الخل اللي كان موجود عندكم. من بعد كتخلطوه مزيان وكتدهنوا به السطح ديال هاد القراشل وكتزينوهم باش ما بغيتوا، يا اما الزنجلان اولا السانوج اولا حبوب الخشخاش البافو. قراشل روعه كيجيو زوينين ناجحين 100%. اللي ما كيصدقش ليها القراشل اولا القوس انا كنقول ليها وكنأكد ليها على ان هادو غيصدقوا ليها. كما كتشوفوا ساهلين وما كيحتاجوش العجانه، كاين بعض البنات كيقول لك ضروري من العجانه باش يجيونا خفاف، لا غير خفي العجينه. وكما شفتوا الطريقه اللي قلت لكم اننا كنبقاو نهزوها ونخبطوها غير في البول، هذيك هي الطريقه باش كتدلك مزيان وكيجيو الصراحه زويونين بزاف، يعني غير جربوهم. ندخلهم الفران حتى يطيبوا ومن بعد نتلاقاو في الشكل النهائي. القراشل ديالي خرجتهم كما كتشوفوها هما سخانين، يلا حطيتهم. غادي يبانوا لكم انهم روعه وزويونين، مازال ما بادوش، كتشوفوا على انهم رطبين بزاف وهما باقين سخان. مازال غادي نحطهم ونخليهم حتى يبردوا وكيزيدوا كيرطابوا بزاف بزاف. هاوما القراشل ديالنا وجدوا او لكن ما كنقولوا ليهم القرص، رائعين وقطنيين بزاف. هانتوما غادي تشوفوهم، غادي نوريهم لكم، غادي يبانوا لكم على انهم قطنيين لا من داخل ولا من برا، كيجيو زوينين ناجحين 100%. كما سبق لي وقلت لكم اللي اول مره غتصايبهم او اللي ما كينجحوش ليها دير هاد الطريقه وهاد المقادير بالضبط، وغادي يجيوها الصراحه رائعين وزوينين. ممكن انكم ديروهم كبر من هكا او لا صغر من هكا، لكم الاختيار. صراحه راه كيجيو زويونين وما غاديش يبقاو يخطاكم. انا غادي نحل لكم هذه، غادي تشوفوها من الداخل غادي تعجبكم بزاف بزاف. بسم الله غادي نقطعها لكم، كما كتشوفوا راها بحال القطن. ها نتوما مازال غادي نقربها لكم، كيجيو غزالين ورطبين، ان شاء الله غادي تجربوهم وغادي يعجبوكم. كنبان لكم انني راه مبرزطه مضاربه مع بنتي، انا كنحيدها لها وهي كتعاود تهزها.
داكشي علاش تبرزت، ماشي مشكل. كما كتشوفوا انهم قربت لكم الصوره مزيان، غادي يبان لكم الداخل وهذوك سميتو الزنجلان والنافع كاين فيها الداخل، كيجي رائع كما كتشوفوا، ملببه وزوينه. البنات نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، ما تبخلوش عليا بلي جيم وبارطاجيو الفيديو باش يوصل لاكبر عدد من البنات. وما تنساوش لاول مره شاف الفيديو ديالي يشترك معايا ويفعل الجرس باش يوصلوا جديد الفيديوهات ديالي. ودابا نقول لكم السلام عليكم، تلاقاو ان شاء الله في شهوة من شهوات ام ايناس. خليتكم في رعايه الله.